الحمد لله حياتي نواصل معكم حتى للعشرة متاع صباح بمختلف الفقرات، برشا فقرات ديما نعودوكم بهم في نفس التوقيت كيما فقرتنا اللي بعد بشوية. باش نحكي لكم اليوم على قيمة العمل والأهمية متاعه، خاصة مش الفايدة اللي كونك تبدا عندك فلوس، أما كيفاش تستثمر الفلوس متاعك وكيفاش تحس بقيمة العمل باش تحقق كل الأمنيات. تو سويت قصص وعبر مع الأستاذ عبد المجيد فرحات. قصص وعبر أشكون ما سمعش بناقة الكنز في مغاور الهوارية في الوطن القبلي من البلاد التونسية، ناقة حجرية باركة على كنز. يحكيوا على شاب جدي ومجتهد وخدام يعمل كيف، أما طموحه ما يعرفش حدود. صادف أن خدم عند شيخ من رجال الجهة معروف بالتقوى والعلم وحسن السيرة وطيبة السمعة، وفي كل مرة يصادف بنات محديث من قبيل التعارف. ولد شكون وفين تسكن وشقريت؟ بطول المدة اطمان هك الشاب للشيخ وثق فيه. وتات عشية كمل هك الشاب الخدمة وفي عوذ يروح كعادته مع العصر قال للشيخ: سيدي محتاج لك في مساعدة ونعرفك ما تبخلش عليا. قال الشيخ: وليدي ربي يستر ويقدرنا على اللي طالبه. قالوا: سيدي اطمان، مش طالب منك مال، هو سؤال تجاوبني عليه وترشدني وتنصحني. قالوا: سيدي الشيخ يتفضل عليك من الله. قالوا: سيدي ماك تسمع بناقد الكنز في الهوارية. سكت الشيخ ومشابه التفكير في اتجاهات عديدة. ومن بعد قال للشاب: هاي نسمع بيها وسمعت عليها برشا حكايات. قالوا: سيدي أنا نحب نطلع الكنز. قالوا الشيخ: الكنز وليدي ما يطلع كان بعزام يديه تجمد الماء والحكاية لازمها برشا فلوس. قال الشاب: أنا مستعد، تنجمش تعاوني سيدي؟ من الأول سكت الشيخ كعادته، وبعد ما خمم قال له: اسمع يا وليدي، أنا عزيتك وريد فيك الشاب الناجح الصادق، وهذاك علاش باش نعمل عملة عمري ما عملتها مع غيرك. قام الشاب وباسه من راسه وجاء باش يبوس له يديه. يا أخي الشيخ استغفر ومنعه وقال له: اتق الله يا وليدي، هاي اسمعني، حل وذنيك مليح وما تقاطعنيش حتى نكمل كلامي. الكنز اللي تحت الناقة ما يطلع كان ببرشا فلوس، بمال كثير، أما يزم يكون مال حلال من عرق الجبين، لا موروث ولا مسروق. اتعمل على ربي وصفنا على ذراعك، وكل ما تحصل مبلغ جيب خبيه عندي، أما تجيني نهار وتقول لي اعطيني انسى ما تتحدث، أولها وفقة وآخرها سلامة. ونهار اللي توصل للمبلغ اللازم تو نعلمك وندلك كيفاش تطلع الكنز. من نهار لشهر العام الشاب قلق، لكن ما نجمش يقدم على الشيخ ويسأله. المبلغ اللي أودعه الشاب مش حاجة كبيرة لا محالة، ما نجموش نقوله ثروة على كل حال. الشيخ قرأ في عينين الشاب بعض القلق، ناداه وطمنه وشجعه على المواصلة. قال له: انت قريب من الكنز، ما عادش بيناتك مسافة كبيرة، عليك بالمثابرة والصبر. اطمئن الشاب وتشجع أكثر وكمل في نفس المشوار. بعد سنين قليلة لا محالة نادى الشيخ هكا الشاب وقال له: هيا حسبتش قداش عندك فلوس مخبية عندي؟ قال له: ايه نعرف، اما ثقتي فيك كبيرة. قال له الشيخ: قول ما تحشمش، انا لول نحب نتثبت من الأمانة ونطمئن. قال له الشاب: خبيت عندك كذا وكذا. قال له الشيخ: وقداش تحتاج باش تعيش مسطورة سعيد في أمان من الفقر والحاجة؟ قالوا الشاب: في الحقيقة المبلغ هذا راه كافي باش نبني حياتي، نحضر محل سكنة ونعمر محلي بنت الحلال، وإن شاء الله المولى يرزقني بالذرية الصالحة، أما نحب نحصل على الكنز. قالوا الشيخ: وليدي وكي ما يكتبش وتخسر سويرداتك لا قدر الله. بقى الشاب يخمم ما لقاش جواب. قالوا الشيخ: أي اسمع يا وليدي، كي يكون المبلغ اللي خبيته عندي متضاعف في الخمسة. قال الشاب: سيدي كيفاش؟ سيدي باش تعطيني من عندك؟ لا 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 لا، ما نقبلش، نحب رزقي من عرق جبيني. ابتسم الشيخ وقال: الحمد لله اللي هداك للي حبيته لك، نحب نعلمك اللي كل مرة كنت تعطيني مبلغ كنت نودعه عند تاجر صاحب أمانة من عز أصحابي، والحمد لله ضعفت فلوسك خمسة أضعاف وتو تنجم تحقق اللي تمنيته. الكنز الحقيقي يا وليدي
هو صحة البدن والعقل وعرق الجبين. والعبرة من حكايتنا قيمة العمل. ويا ما ناس ورا وهم الكنوز خسروا اللي قدامهم وراهم. وإن شاء الله تكون عجبتكم هالحكاية المليحة، وربي يثبتنا ويثبتكم على ثنية صحيحة. قصص وعبر.